المحتوى التاني من محتويات Soul of the Foot هو الجروب of muscles. هناك أربعة groups of muscles are present in the soul of the foot. From superficial to deep, the first layer of muscles of the soul is the superficial layer. يعني superficial يعني ايه؟ يعني most inferior. يعني فوق الديب فاشيا، فوق البلانتر هومونيروسس. فهنجد ان الفيرست لاير اوف ماسلز اوف ذا سول بتتكون من ثلاث عضلات. في هذا الرسم التوضيحي ادي كانت عندي البلانتر هومونيروسس اهي ديت وقطعناها. بلانتر ابونروسز يعني ايه؟ يعني الديب فاشيا، يعني ده السكن وادي الديب فاشيا. قطعت الديب فاشيا هدخل بعد كده على اللايرز اوف ماسلز اوف ذا سول. لقيت ان الفيرست لاير اللي هي السوبرفيشال لاير بتتكون من تلات عضلات، واحده ميديال وواحده لاترال والتالتة في النص. الميديال يسموها ابدكتور هالوسز، من اسمها انها رايحة للبيكتو او قريب ناحية البيكتو. التانية رايحة للليتل تو فبيسموها ابدكتور ديجيتي مينيمي. اما التالتة رايحة للديجيت فيسموها فليكسور ديجيتورام بريبس. تعالوا نشوف المصل اتاتشمنت، يعني الاوريجين والانسيرشن لكل من هذه العضلات اند ذا نيرف سبلاي. في هذا الدياجرام التوضيحي المرسوم يدويا هنشوف العضلة الاولى من الفيرست لاير اللي كان اسمها ابدكتور هاليسز، الاوريجين بالاحمر والانسيرشن بالازرق. والعضله دي عندي هتناظرها دي اهي، ادي الابدكتور هاليسز، وهنا في دياجرام توضيحي دي الابدكتور هاليسز. الاوريجين زي ما انتم شايفين طالعه من الكالكينيوس من على الميديال سايد، في تيوبركل صغير هنا اسمه ميديال تيوبركل. شوف الانسيرشن رايح فين، رايح للبروكسيمال فالانج. فين في البروكسيمال فالانكس؟ بروكسيمال فالانكس اوف ايه؟ اوف بيك تو. الميديال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف بيك تو. طيب تعالوا نشوف العضلة التانية اللي هي كانت دي اللي اسمها فليكسور ديجيتورام بريفيس، طلع من نفس المكان من الكالكينيوس من الميديال تيوبركل. وجسم العضلة اللي هو الفليشي بارت بيجي عند الميد اوف ذا سول وينقسم الى اربعة تندونز، كل تندون يذهب الى الميدل فالانجز اوف ذا كورسبوندينج تو. يعني نقول الانسيرشن باي فور تندونز انتو ذا ميدل فالانجيس اوف ذا لاترال فور توز. تعالوا نشوف العضلة التالتة بقى اللي اسمها الابدكتور ديجيتي مينيمي اللي هي ديت. شوف الاورجين منين، بصم ده من نفس المكان من الميديال تيوبركل اوف كالكينيوس. اما الانسيرشن فكان راح لللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا ليتل تو. ده كان الاتاتشمنت بتاع هذه العضلات. اذا جينا نتكلم على النيرف سبلاي خليه شويه لان مجمعه في النهايه، لكن من اسم كل عضله هطلع الاكشن. ابدكتور هالوسز، عايز بس اقول حاجه ان خط النص عندي بالنسبة للسول هو خط بيمشي اكروس ذا سكند تو. اي حركة هتبعد الصوابع عنه يبقى ابدكشن، هتقرب الصوابع منه تبقى ابدكشن، سواء كانت على الميديال سايد او على اللاترال سايد. فعلى هذا الاساس كانت الابدكتور هاليسز بتفتح الصابع الكبير
يعني تعمل ابدكشن لانها بتبعده بعيد عن الميدل لاين، والميدل لاين بتاعي خط ماشي عبر منتصف السكند تو، فهتفتح الصبع الكبير وتبعده عن السكند تو، تبقى تعمل ابدكشن اوف ذا بيج تو. اذا جينا نتكلم على الفليكسور ديجيتورم ريبس، العضله بتعمل فليكشن اوف ذا ديجيتس اوف ذا لاترال فورتوس. فليكشن اوف ذا ديجيتس يعني هتشتغل على الان بروكسيمال انتر فالانجيال والميتا تارسو فالانجيال جوينت اوف ذا لاترال فورتوس. اما العضله اللي اسمها ابدكتور ديجيتال مينيمي، من اسمها العضله اللي بتعمل ابدكشن للليتل تو، هتمسك الصبع الصغير ده وتفتحه بعيد، لما تفتحه هتبعدها عن الميدل لاين بتاعي، والميدل لاين بتاع الفوت مش هو الميدل لاين بتاع الجسم، ده الميدل لاين بتاع الفوت هو خط بيمشي اكروس دي سكند تو. ديت كانت عضلات الفيرست لاير اوريجين انسيرشن واكشن، ونأجل النيرف سبلاي لما هناخده مع النيرف بتاع السول. السكند لاير، السكند لاير اللير اللي هي قاعده ديب للفيرست لاير، كانت بتتكون من اتنين تندونز واتنين مسلز. في هذا الرسم السريع، اتنين تندونز احنا خدناهم قبل كده، تندون اوف ذا فليكسور هاليوس لونجس اللي هو ده، والتندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم لونجس اللي هو ده. الله، مش الفليكسور هاليوس لونجس والفليكسور ديجيتورم لونجس دول كانوا من عضلات الديب جروب اوف ماسلز اوف ذا باك اوف ليج؟ ايوه، الانسيرشن بتاعهم لما جه من تحت الفليكسور ريتناكيولم كان شكل تندون من السكند لاير اوف ذا سول. طيب دي الفليكسور ديجيتورم لونجس، هتدخل فيها عضله تخلي الاكشن بتاعها ستريت او اضافه للاكشن بتاع الفليكسور ديجيتورم لونجس، فيسموا العضله ديت الفليكسور ديجيتورم الاضافيه او الفليكسور ديجيتورم اكسسوريس، ثم يخرج من كل تندون بتاع الفليكسور ديجيتورم لونجس عضلات دوديه الشكل يسموها لامبريكلز. يبقى عندي اتنين تندونز واتنين ماسل، تندون اوف ذا فليكسور هاليوس لونجس اللي هو ده اهو ماشي، فبنستخدم ده نجيب هنا بس اللي دي المسافه، ثم تندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم لونجس، ثم الفليكسور ديجيتورم اكسوريس، واخيرا اللامبريكلز. تعالوا نرسمها يدوي ونشوف هذه الكونتنت. ادي التندون اوف ذا فليكسور هاليوس لونجس ماشي على الميديال سايت اهو، اللي هو ينظره هنا اهو، تندون اوف ذا فليكسور هاليوس لونجس. من الملاحظ ان التندون بتاع فليكسور ديجيتورم لونجس عامل له كروسنج، معدي فوق منه. طب نشوف كده في الدياجرام اهو، فعلا معدي فوق منه، تندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم لونجس. طيب تعالوا نشوف الاكسوريس، واضح كده ان كان لها اتنين هيدز. طب نشوفهم اهي، الاوريجن بتاعها باي تو هيدز طالعين من الانفيريور اند ميديال سيرفيس اوف كالكينيوس، وهتروح تحط الانسيرشن بتاعها كله في قلب التندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم لونجس. طيب نشوف العضله اللي بعد كده اللي كان اسمها اللامبريكلز. الله، دي عبارة عن أربع عضلات، واحد اتنين تلاتة أربعة. الأربع عضلات اللي بيسموها عضلات الدودية لأنها تشبه الدود، صغيرة خالص، فين؟ صغيرة في حجمها. طالع منين؟ طب نشوف كده على حسب الشكل اللي أنا عامله. الميديال ماسل، أدي الميديال ماسل أهي، الميديال لامبريكال اللي هي الفيرست لامبريكال، دي طالعه من الميديال سايد اوف ذا ميديال تندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم بريفس. طب تعالوا شوفوا اتنين وتلاته واربعه، دول بايبنيت، كل واحده طالعه من سايد، شايفين؟ يعني السكند طالعه من ايه؟ طالعه من السايدز اوف ذا فيرست اند سكند. طب والثيرد طالعه من السايدز اوف ذا سكند اند ثيرد. طب والفورس طلع من السايدز
of the third and fourth tendons of the flexor digitorum brevis. طب الانسيرشن بتاعها هتعمل الانسيرشن بتاعها في الشركة العامة للانسيرشن لعضلات بعض من عضلات الفوت. كثير من عضلات الفوت بتتحد مع بعض وتعمل انسيرشن واحد بيسموه اكستنسور اكسبانشن، هنحكي عليه بتفصيل اكتر شوية بعدين. النيرف سبلاي يؤجل مع الديستريبيوشن اوف نيرفس اوف ذا سول. اما الاكشن، الاكشن اوف ذا فليكسور ديجيتورم اكسوريس هتشتغل على الفليكسور ديجيتورم بريفيس. الفليكسور ديجيتورم بريفيس كان وضعها اوبليك، فلما تيجي تشد على الصوابع هتشد عليها بصوره اوبليك، هتعمل فليكشن بعوجه، عشان كده العوجه ديت عملت لي انفيرجن. فلما يجي التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم اكسوريس جاي من ورا رايح لقدام هيخلي الاكشن بتاعها ستريت، فمش مع كل لما نيجي نتني الاصابع بتاعتنا هيحصل انفيرجن. اللي بيخلي تاني انت ممكن تتني صوابعنا ونعمل انفيرجن ونتنيها من غير انفيرجن. لما بنتنيها من غير انفيرجن معنى كده ان فليكسور ديجيتورم اكسوريس انقبضت وخلت اللاين اوف بول خط الشد ستريت، فالفليكشن بيبقى بيور ما بيبقاش فيه معاه انفيرجن. طيب اما الاكشن اوف ذا لامبريكال فتشتغل على الاكستنسور اكسبانشن وهنحكي عليه بعدين. اللاير الثالثه من اللايرز اوف ذا سول كان فيها ثلاث عضلات، واحده ميديال اهي، واحده انترميديت او ميدل اهي، والثالثه كانت لاترال. الميديال 1 اللي هي دي اهي، الميديال 1 من هنا ومن هنا او من هنا ومن هنا. من الملاحظ ان الميديال مصل رايحه للصابع الكبير تبقى هالوسز، هي في الصول تبقى فليكسور لان الصول يعتبر امتداد للباك اوف ذا ليج، والباك اوف ذا ليج اي حاجه فيه تبقى فليكسور، تبقى دي فليكسور هالوسز. طب بريفس لان كانت فيه لونجس، وعموما القاعده بتاعتي ان جميع عضلات الصول هي بريفس لانها شورت. من الواضح ان العضله هنا لها راسين، ده الاوريجن والانسيرشن براسين. طب نشوف العضله اللي بعد كده الثانيه اللي اسمها الدكتور هالس، دي جزئين اثنين، ده جزء اهو وجزء ثاني اهو. دي الهيد دي كانت اوبليك والهيد دي كانت ترانسفيرس. اما العضله الثالثه اللي اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي، ملاحظ انها لها اوريجن واحد وانسيرشن واحد. تعالوا نرسمها يدوي ونشوف تفصيلات هذه الاناتوميكال فيتشرز. نشوف الفليكسور هالوسس بريفس اللي كانت لها الاوريجن براسين والانسيرشن براسين، شوف طالعه منين كده مع بعضنا. ايوه ادي التو هيدز الاوريجن وادي التو انسيرشن. با الاوريجن باي تو هيد طالع من الفيرست ميتاتارسال بون وهيد طالع من الكيوبويد. اما الانسيرشن باي تو تندونز هتحط فيه السايدز اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا بيج تو. ادي اول عضله. شوف العضله الثانيه اللي كان اسمها الدكتور هاليس. الدكتور هاليس لها تو هيد، لها اوبليك هيد اهي، والاوبليك هيد ديت طلع من السكند والثيرد والفورث ميتاتارسال بونز. اما الترانسفيرس هيد فكانت اخذت الاوريجن بتاعها من ليجامنت، هذه الليجامنت كانت واقعه في عمق الصول، كان اسمها ديب ترانسفيرس ميتاتارسال ليجامنت. التو هيد اللي هو الترانسفيرس هيد والاوبليك هيد اتحدوا مع بعض وعملوا الانسيرشن بتندون واحد في اللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا بيج تو. العضله الثالثه اللي كان اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي. الفليكسور ديجيتي مينيمي كان طالع بيد واحده من الفيبس ميتاتارسال والانسيرشن في اللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا ليتل تو. من الملاحظ ان الطبقه الثالثه العضله الموست ميديال كانت فليكسور، والعضله الموست لاترال كانت فليكسور، والعضله اللي في النص كانت ادكتور. في الفيرست لير كان العكس،
في الفيرست لاير كان الموست ميديال والموست لاترال الاثنين كانوا ابدكتور، واللي في النص كانت فليكسور. ده في الفيرست لاير. من اسمهم فليكسور هالوسز بريفس، هنطلع الاكشن بتاعها، يعني العضله الاكشن بتاعها هيعمل فليكشن اوف ذا بروكسيمال او اوف ذا ميتاتارسو فالانجيال جوينت اوف ذا بيج تو. العضله دي الادكتور هالوسز ادكشن، ليه؟ هتضم الصابع الكبير على الميدل لاين بتاعي فتعمل ادكشن اوف ذا بيج تو، والفليكسو ديجيتي مينيمي هتعمل فليكشن اوف ذا ميتاتارسو فالانجيال جوينت اوف ذا ليتل تو. اما اللاير الرابعه اللي هي الموست ديب لاير، فكان فيها اتنين تندونز واتنين مصلز. التندون خدناهم قبل كده، تندون اوف ذا تيبياليس بوستيريور، ودي كانت العضله الثالثه من عضلات الديب جروب اوف مصلز اوف ذا باك اوف ذا ليج، اللي كانت حاطه الانسرشن بتاعها في كل التارسال بونز ما عدا التيلس وفي النافيكولار تيوبروزيتي. وكان التندون الثاني هو التندون اوف ذا بيرونياس لونجاس مصل. طيب التو مصل، التو مصل هيطلعوا من ما بين الميتاتارسال بونز، فيسموهم الانتر اوسياي، والاوسياي هي الميتاتارسال، علشان كده لو حبينا نسميها انتر ميتاتارسال مش هتبقى غلط. الانتر اوسياي في عندي منهم كان اربعه دورسال وكان في عندي ثلاثة بلانتر. الأربعة الدورسال هيطلعوا منين؟ هيطلعوا من بتوين ذي ميتاتارسال بونز بس من على الدورسال اسبكت من فوق، وهتحط الانسرشن بتاعها في الشركة العامة للانسرشن لبعض من عضلات الفوت اللي اسمها الاكستنسور اكسبانشن. طب تعالوا نشوف التلاتة التانيين اللي هما التلاتة بلانتر، شوف طالعين منين؟ دول تلاتة بس، طالعين من الميديال سايد اوف ذا ثيرد اوف ذا ثيرد فورث اند فيفث ميتاتارسال بونز بالشكل ده اهو، من الميديال سايد اوف ذا ثيرد فورث وفيفث ميتاتارسال بونز، وايضا وهتحط الانسرشن بتاعها فين؟ في الاكستنسور اكسبانشن. الاكشن، احنا خدنا التندونز بتاعت التيبيالس بوستيريور والبروناس لونجس خلاص، انما البلانتر والدورسال انتر اوسيال الاكشن بتاعهم كان ايه؟ البلانتر انتر اوسيال هيعملوا ادكشن اوف ذا توز، باد توب، باد بي ايه يعني بلانتر انتر اوسياي يعملوا ايه؟ ابدكشن دوب دي دورسال انتر اوسياي يعملوا ايه؟ دوب بي يعملوا ابدكشن، يبقى الدورسال انتر اوسياي هيعملوا ابدكشن اوف ذا توز، اما البلانتر انتر اوسياي هيعملوا ادكشن اوف ذا لاترال 3 توز. واخيرا ندخل على النيرف سبلاي اوف ذا مسل اند سكن اند جوينتس اوف ذا سول. السول عندي زي ما احنا شفنا كان بيتكون من اربع لايرز، هيمشي بين الاربعه لايرز ديت سيستم من نيرف اند فيزل. ده كان الشريان الاساسي للميديال سايد اسمه ميديال بلانتر ارتري، كان ماشي على اللاترال سايد بتاعه الميديال بلانتر نيرف، وكان في شريان تاني هنا اسمه لاترال بلانتر ارتري كان ماشي على الميديال سايد بتاعه اللاترال بلانتر نيرف. طيب كأي نيرف في الجسم عندي أربعة هيد لاين، البيجينينج
الاند اند ترمينيشن، الكورس اند ريليشنز، ثم الديستريبيوشن او البرانشز. الاب الروحي لهذه التو نيرفز هو البوستيريور تيبيال نيرف، والبوستيريور تيبيال نيرف كان النيرف سبلاي اللي كان بيغذي عضلات الباك اوف ذا ليج. هذا النيرف اللي كان اسمه البوستيريور تيبيال نيرف كان دخل للصلب من تحت الفليكسور ريتيناكيولوم، على طول هينقسم لقسمين اثنين، ميديال بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف. طيب ده كان البيجنينج. الاند بتاعته الميديال هيصل للبيكتو، واللاترال هيصل لقرب البيكتو ايضا. الكورس اند ريليشن سهله جدا. الميديال بلانتر نيرف هيمشي بتوين ذا فيرست اند سكند لاير اوف ذا ماسل اوف ذا سول، يعني بين عضلات الفيرست والسكند لاير هنجد الميديال بلانتر نيرف ماشي، هيمشي along the lateral side of the medial plantar artery. اهو ماشي على اللاترال. اللاترال سايد يعني ايه؟ يعني ناحية الصبع الصغير. ميديال سايد يعني ناحية الصبع الكبير. اهو ماشي ناحية الصبع الصغير. خلاص. ده الكورس بتاعه. الديستريبيوشن خليه لوحده. ماذا عن اللاترال بلانتر نيرف؟ اللاترال بلانتر نيرف هيمشي كورس من تو بارت. البارت الاولاني هيمشي فوروردز اند لاترالي حتى يصل الى البيز اوف ذا فيفث ميتا تارسال بون. فيفث ميتا تارسال يعني اللاترال. في هذا المسار هنجد ان هذا النيرف ماشي بتوين ماسلز اوف ذا فيرست لاير اند ماسلز اوف ذا سكند لاير، ثم يغير مساره ويمشي فوروردز اند ميديالي بين عضلات الثيرد لاير وعضلات الفورث لاير حتى ينتهي على الميديال سايد. ده كان ايه؟ كان الكورس اوف بيجيننج والاند والكورس اوف ذا ميديال اند لاترال بلانتر نيرفز. اما اذا كده فاضل لي الديستريبيوشن. الديستريبيوشن اللي هو البرانشز اوف ذا ميديال اند لاترال بلانتر نيرفز هنقسمها لثلاث اقسام، كيوتينيوس وماسكولار وارتيكولار. الكيوتينيوس برانشز هيروحوا يغذوا السكن اوف ذا سول. الاول اقسم السكن اوف ذا سول كالتالي، بتو ترانسفيرس لاينز، واحد يمشي اكروس ذا بيز اوف توز والتاني اكروس ذا هيل، هيل اللي هي العقد، ثم ارسم بينهم خط اخر هيمشي لونجيتيودنلي بحيث ان ياخد صبع ونص لاترال مع بعض وتلت الصول في ناحيه، بينما التلت اصابع ونص الميديال مع الميديال تو سيرز اوف ذا سول لوحدهم. فهنجد السكين كان مترتب كالتالي، ميديال 3 and a half toes وهنا الميديال 2 thirds of the soles وهنا اللاترال 1 and a half toes اهو ومعاه اللاترال 1 third of the soles. وده كان عندي هنا الهيل. الميديال بلانتر نيرف هيدي كيوتينيوس برانشز تغذي هذا الجزء من السكن اوف ذا سول على الميديال 2 thirds وعلى الميديال 3 اند هاف توز. اللاترال بلانتر نيرف كان هيدي برانشز تغذي السكن اوف ذا لاترال 1 ثيرد اوف ذا سول ومع السكن اوف ذا لاترال 1 اند هاف توز. امال ماذا عن السكن اوف ذا هيل؟ السكن اوف ذا هيل كان دخلنا قبل كده بياخد من البوستيريور تيبيال نيرف. طيب ماذا عن المسلز اوف ذا سول؟ عضلات السول هتتغذى من ميديال ولاترال بلانتر نيرفز بالطريقه اللي انا هرسمها دلوقتي دي.
احنا هنصورهم، هنصور الميديال بلانتر واللاترال بلانتر كأخين ورثوا أبوهم. أبوهم اللي هو كان البوستيريور تيبيال نيرف، وترك لهم ثروة من لحمة كتير، اللحوم مثلا زي بقر أو خرفان أو حاجة على هذا النمط. فهنتخيل إن العضلات اللي هي عبارة عن لحم هي تركة للبوستيريور تيبيال نيرف، والميديال واللاترال بلانتر هي تصارعهم مع بعض في الحصول على أكبر مكاسب. طب تعالوا نشوف الفيرست لاير، كان في ثلاث عضلات على الميديال سايد، كان في عندي الأبداكتور هاليسز، واللي في النص الإكسور ديجيتورم بريفيس، واللاترال هي الأبداكتور ديجيتي منوي. طب النيرفس بتاعتنا فين؟ النيرفس بتاعتنا ده الميديال بلانتر، المفروض الميديال بلانتر ماشي هنا، بس أنا شلته من مكانه وحاططه بس بعيد في إشارة رمزية إلى الكورس بتاعه، إنما هو مكانه جوه عشان بس نشوف الديستريبيوشن. واللاترال بلانتر أيضا مكانه جوه بس أنا شلته طلعته بره. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. الميديال بلانتر واضح إن هو الأصغر، كورس واحد، اللاترال بلانتر ماشي كورس أطول شوية. الميديال بلانتر هياخد عضلة اللي هي مين؟ اللي هي الأبداكتور هاليسز، مش هيكتفي بكده بس، هيطمع وياخد حتة لحمة أكبر اللي هي الفليكسور ديجيتورم، تاخد أكتر من أخوه الكبير، وهيسيب لأخوه الكبير العضلة التالتة اللي هي الأبداكتور ديجيتي مينيمي. في توزيع التركة في عدم عدل، الميديال بلانتر الصغير خد لحمة أكتر، خد الاتنين اللي جنبه ولحمتهم أكتر، وساب لأخوه الكبير عضلة صغيرة لحمة صغيرة، فأخوه الكبير هيبتدي يتصارع معاه ويبتدي نوع من التنافس أو نوع من الحرب للاستيلاء على أكبر كمية من الثروة اللحمية. في السكند لاير، في السكند لاير الصراع ده هيحتدم. تعالوا نشوف عضلات السكند لاير. السكند لاير هيتنازعها الميديال بلانترا اللي على الميديال سايد اللي انا طلعته بره، واللاترال بلانترا اللي على اللاترال سايد اللي طلعته بره. كان فيها ايه؟ كان في عندي اتنين تندونز واتنين ماسلز، تندون اوف ذا فليكسور هاليسس لونجس وتندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم اكسسوريس. طب بس دول ايه؟ فليكسور ديجيتورم لونجس، وبعد كده في عندي فليكسور ديجيتورم اكسسوريس ماسل واللامبريكلز، بس التندونز كانوا واخدين نيرف سبلاي، يعني الماسلز بتاعتهم كانت فين؟ في الباك اوف ذا ليج، فمش تبعنا، فنمسحهم نشيلهم اهوت، فيتبقى لنا المصل. تعالوا نشوف الصراع على المصل اوف ذا سكند لاير. ادي عندي اربع لامبريكل وعندي واحده اكسسوريس. الميديال بلانتر كان ظلم اخوه في الفيرست لاير، بشوف اللي هيحصل، فاخوه مش هيسيب له الا واحده بس، الفيرست لامبريكل اللي هو الميديال لامبريكل، ويستولي على اللاترال ثلاثة لامبريكال والفليكسور ديجيتورم اكسسوريال. ده مسلسل الانتقام بدأ. فأخوه يقول له ولا يهمك، ايه يعني؟ الميديال بلانتر يقول له ده انت خدت شوية عضلات دود، ده انا سبت لك الدود، دود اللي هم لامبريكال. فأخوه هيتغاظ ويستمر مسلسل الصراع في الطبقة التالتة اللي كان فيها ثلاث عضلات، والثلاث عضلات بتاعتنا كانوا كالتالي. ادي الميديال بلانتر اللي هيتصارع مع اللاترال بلانتر بعد ما شلتهم وطلعتهم بره، الصراع على الطبقه الثالثه. ده دي هنا دخلنا على الطبقه الرابعه على طول. الطبقه الثالثه، طيب يعني دي هنا في الرسمه دي كانت الطبقه الرابعه. طيب نكتفي ادي الطبقة التالتة. الطبقة التالتة اي كان في عندي 3 muscles، كان الفليكسور هاليسز بريفس والابداكتور هاليسز والفليكسور ديجيتي مينيمي. لما الميديال بلانتر عير اللاترال بلانتر قال له انت في الطبقه الثانيه
خدت شويه عضلات دود، فراح جاي اللاترال بلانتر ساب لاخوه عضله واحده بس اللي هي الفليكسور هالوسس بريفيس، واخد اتنين اللي هما الادكتور هالوسس والفليكسور ديجيتي مينيمي. ويستمر الصراع حتى الطبقه الرابعه. ادي الطبقه الرابعه اللي كان فيها اتنين تندونز واتنين مصل، هياخدوا من النيرف سبلاي من الميديال واللاترال بلانتر بالطريقه اللي هنرسمها دلوقتي ديت. ادي عندي الدورسال انتر اوسياي، وادي عندي البلانتر انتر اوسياي، والاتنين تندون كان في الرسمه اللي فاتت في خطا حصل ان ايه التندون مسحناهم، لان التندون اللي هم التبيالس بوستيري والبرونياس لونجاس هياخدوا نيرف سبلاي من الجروبس بتاعتهم، البرونياس لونجاس مع اللاترال كومبارتمنت من الماسكولو كوتينياس، والتبيالس بوستيريور مع البوستير كومبارتمنت من البوستيريو تبيال، فمش هياخدوا من هنا خالص. فهنجد في الطبقه الرابعه اللي هيحصل ان اللاترال بلانتر نيرف هياخد جميع عضلات البلانتر والدورسال انتر اوسياي ويتمم انتقامه من الميديال بلانتر وما يسيبلهوش اي لحمه. الشكل ده كان الماسكولار ديستريبيوشن اوف ذا ميديال اند لاترال بلانتر نيرف. اما الارتيكولار ديستريبيوشن فجميع الجوينتس اللي عدى عليها الميديال بلانتر في مساره اللي هنا او اللاترال بلانتر في مساره اللي هنا، كل هذه الجوينت هتاخد منهم كل نيرف هيغذي الجوينت اللي جنبه.